ما هو الأثر بعد هدم قبور أئمة بقيع الغرقد عليهم السلام؟ ما هو الواجب الملقى على عاتق المجتمعات من وجهة نظر المتخصصين؟ أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الرؤية. تعبت الأمم على تقديس عظمائها ومخلصيها وكل من وضع نفسه في خدمة كيانها وهويتها، بل من شكل هويتها وحضارتها أصل ذلك علماء الاجتماع، سيما الاجتماع التاريخي وعلم الأنثروبيولوجي الاجتماعية والسياسية أو سلوك وطبائع البشر. قضية التواصل مع هذا المثل ضرورة في استمرار التشكل الحضاري وديمومته، وذلك من منطلق قراءة لأفكاره لسيرته واستذكاره، وأيضا زيارة كل ما يذكر به، الأمر الذي يوفر له الانشداد إلى الأسس والمنطلقات التي سار عليها ذلك المثل الأسمى بغية تدشينها وتكميلها. لذا ينصح علماء النفس التربوي على قراءة سير وتراجم عباقر وأبطال التاريخ ومقومي مسيرته، فلا وجود لأمة تحترم تاريخها وتعتز بمجدها الحضاري ثم تقدم على محو آثار عظمائها بهدم قبورهم أو ما شابه ذلك في طمس معالمهم، فتحول مشاهدها إلى أكوام من تراب وأحجار. فأي تاريخ سيبقى لها وأي مجد ستفتخر به أمام الأمم؟ ولا وجود في الدنيا لأمة تمع في طمس معالم قادتها الذين نوروا التاريخ وتعبث بمعالمها التاريخية التي تذكرها بالماضي. فإذا كان الشرك هو أن تحتفل الأمم بعظمائها وتخلي الذكرى أبنائها أو أممها أو كبارها أو عظمائها، فعلى ذلك يكون كل من في الأرض مشركا إلا أتباع الوهابية ومذهب الوهابية. من هنا سادة الكرام والأحبة يمكن أن ندخل إلى محورية جريمة هدم قبور أئمة البقيع، بقيع الغرقد صلوات الله وسلامه عليهم، لنتم بحث حلقتنا السابقة لنطرح مزيد من الاستفهامات والأسئلة برفقة ضيفنا للحلقة الثانية على التوالي الدكتور حيدر تدريسي في جامعة كربلاء. حياكم الله أستاذ وأهلا ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستاذ وحيا الله كادر ومشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية. فلنتصفح وإياكم التاريخ قليلا، ما هو موقف المجتمعات وكذلك أعيان المجتمعات والحكومات في وقت هدم قبور أئمة البقيع عليهم السلام؟ ما إن انتشر خبر هدم قبور أئمة أهل البيت عليهم السلام في أرجاء العالم، حتى جوبها بالتنديد والاستنكار والشجب، كونه يعد فعلا مسيئا لمكانة أولياء الله ولموقعيتهم في العقيدة الإسلامية، وحصلت تحركات على المستوى الشعبي في أوساط المسلمين في أرجاء البلدان الإسلامية لدى الشيعة وغير الشيعة، جوبهت بالاستنكار والرفض والتفنيد والتنديد، هذا على المستوى الشعبي. أما على المستوى الرسمي ولكون الأنظمة السياسية في مجملها وفي معظمها تدور في فلك هذه المشاريع المرتبطة بالدول الغربية والمرتبطة بالفكر الوهابي والسعودي والمال السعودي، فلم يكن الموقف يتناسب مع حجم ومستوى وموقعية الجريمة ومحل الاعتداء. لذلك بقيت المسألة جوبهت بالتنديد والرفض والاستنكار. هذا الأمر دفع الوهابيين وآل سعود إلى نشر الاستفتاء الذي أصدره علماء المدينة المنورة آنذاك
بحرمة إقامة البناء على قبر الميت نشروه في جريدة أم القرى بتاريخ 17 شوال 1344، أي بعد أيام من ارتكابهم لجريمة البقية، حتى يتخلصوا من المسؤولية ومن أجل إسكات الرأي العام. ولكن هذه المحاولة لم تنطوي على المسلمين، وبقي المسلمون إلى هذا اليوم ينددون ويستنكرون هذه الجريمة النكراء، ولم يهدأ لهم بال إلا بعد إعادة بناء قبور أهل البيت عليهم السلام بأفضل مما كانت، وإعادة تلك الأجواء والبركات النورانية إليها. نعم، أحسنتم. ماذا كانت أجواء المدينة المنورة وقت الهدم؟ طبعا عندما استولى آل سعود على مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد عزل وتغلب على العشائر والقبائل المناوية لهم والسيطرة على الساحل، عندما استولوا على كل هذه الأماكن الاستراتيجية في أرض الحجاز، عمدوا وفكروا بإيجاد وسيلة وإيجاد دليل ومسوغ لهدم قبور أهل البيت عليهم السلام، ترجمة للحقد الدفين الذي يحملوه تجاه العترة الطاهرة، حتى لا تبقى مقامات وأضرحة أهل البيت عليهم السلام دليلا وهاديا لكل المسلمين إلى المذهب الحق. فلجأوا إلى إيجاد التسويغ الشرعي لهم، فحمل قاضي قضاة الوهابية آنذاك سليمان بن بليهيد، حمل استفتاء إلى علماء المدينة المنورة ومارس عليهم التهديد والترهيب، ووقعوا على ذلك الاستفتاء الذي قضى بحرمة إقامة البناء على قبر الميت. عندما صدر ذلك الاستفتاء صدر مثل مسوغا ومثل ذريعة للنظام السعودي لكي يقدم على هدم قبور أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا الجانب الذي تحركوا عليه والذي يمثل أحد أبعاد الأجواء. البعد الآخر هو سياسة التنكيل وسياسة البطش والاضطهاد التي مارسها قام عليها النظام السعودي منذ تأسيسه وحتى هذا اليوم، السيف لكل من عارضهم. فما بين أجواء التنكيل والتعذيب والاضطهاد من جهة والتخويف، وما بين أجواء التسويغ الشرعي وتوظيف علماء السوء لمصلحتهم، كانت تلك الأجواء هي السائدة آنذاك. نعم، أحسنتم دكتور. حينها كيف ترجم العلماء والمجتمع وأيان المجتمع هذه الجريمة للأمة؟ نعم، علماء المسلمين لا سيما في مجال مدرسة أهل البيت عليهم السلام هم قادة هذه الأمة روحيا وتوجيهيا وإرشاديا. من هذا المنطلق ولموقعية مراقد أهل البيت عليهم السلام في العقيدة الشيعية في مدرسة أهل البيت، كونها رموزا ومحال لتكريم وتخليد سيرة أهل البيت عليهم السلام، ولكونها حلقات وصل بين المسلمين وبين المبادئ الإسلامية، لهذه الموقعية وهذه المركزية التي تحظى بها مراقد أهل البيت عليهم السلام عند المسلمين الشيعة وعند عامة المسلمين الأحرار، فإن العلماء المسلمين علماء أهل البيت عليهم السلام مدرسة أهل البيت دأبوا وحرصوا منذ ارتكاب ذلك الفعل وتلك الجريمة النكراء على إصدار البيانات المنددة والمستنكرة لهذه الجريمة، وكان تحركهم تحرك على عامة الناس من أجل توضيح وشرح أبعاد هذه المظلومية وهذه الجريمة وآثارها وتفاعلاتها على كافة المستويات من جهة، بالإضافة إلى تحرك على الجهات المعنية وحملوا لواء المطالبة بإعادة بناء تلك المشاهد المشرفة إلى هذا اليوم. ولكن بفعل العوامل الدولية والداخلية وغيرها كانت نسبة الاستجابة لم ترقى إلى مستوى مطالبة النظام السعودي أو إجباره على إعادة بنائها. لذلك هم يحرصون العلماء على إبقاء جذوة هذه القضية متقدة في نفوس المؤمنين وتخليد هذه الفاجعة وإحيائها عند كل ذكرى، عند كل 8 شوال، حتى
لا ننسى ولا نتناسى هذه الفاجعة وهذه الرزية إلى أن يتم الإذعان إلى مطالب أهل شيعة أهل البيت عليهم السلام بإعادة بناء المراقد المقدسة. دكتور، أقل ما يقال عن قبور أئمة البقيع هي تراث إسلامي. من هذا المنطلق، هل بالإمكان المطالبة بإعادة بناء قبور أئمة البقيع؟ إن الجريمة التي أقدم عليها آل سعود والوهابيون بهدم مراقد أهل البيت عليهم السلام هي جريمة متكاملة الأركان من الناحية القانونية العلمية، لأنه فعل ينافي المنظومة التشريعية الداخلية وينافي مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية التي تعد مصدرا للقانون الدولي. هذه الجريمة تنتج عنها مساءلة قانونية للنظام السعودي وللوهابيين المتحالفين معهم والذين هم وجهان لعملة واحدة. كل من حرض أو ساعد أو نفذ جريمة هدم قبور أهل البيت عليهم السلام يتعرض للمساءلة القانونية وفق التشريعات الداخلية حتى وفق الأنظمة التي نفذت في السعودية. حسب نظام الحكم الأساسي في السعودية لعام 1992 لا يجوز الاعتداء على حرية الأديان وعلى التراث الإنساني. فهذه الجريمة التي طالت معنى ومعلم وتراث إنساني وإرث إنساني ومعلم حضاري تولد مسؤولية قانونية على الأصعدة كافة. هذه الجريمة من الناحية الموضوعية يجب أن تعد دراسات حول عناصر المسؤولية القانونية ببعديها المدني والجنائي. من الناحية المدنية، الفعل الذي أقدموا عليه هو فعل ضار ألحق ضررا ماديا ومعنويا بفئة وطائفة واسعة من المسلمين، بمئات ملايين المسلمين، لا بل عند عامة المسلمين، لأن أهل البيت هم ليسوا حكرا على الشيعة، هم للمسلمين كافة ومراقدهم للمسلمين كافة إلا هذه الفئة الضالة الوهابية. هذا من الناحية المدنية. هذا الفعل الضار الذي أقدموا عليه يستوجب التعويض المادي والمعنوي. أما من الناحية الجنائية فإن هذه الجريمة التي ارتكبت تعرض النظام السعودي للمساءلة الجنائية أمام المحاكم المختصة بهذا الشأن. النصوص التي تخالفها هذه الجريمة والتي تنتهكها هي منظومة على الصعيد الدولي، منظومة المعاهدات والاتفاقيات الدولية. هي تخالف اتفاقيات لاهاي، لا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1954 والبروتوكول الاختياري الملحق بها لعام 1999 والتي وفرت حماية للأعيان الثقافية في زمن السلم والحرب. هذا انتهاك للأعراف الدولية، انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 وانتهاك للعهدين الدوليين لعام 1966، انتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي يقوم على احترام الكرامة الإنسانية. والاعتداء على قبور أهل البيت عليهم السلام وقبور الصحابة وغيرهم، قبور المسلمين، هو اعتداء على الكرامة الإنسانية، يخالف مقاصد الأمم المتحدة، يخالف ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945. هذا من الناحية الموضوعية. من الناحية الإجرائية، ينبغي التحرك على المنظمات الدولية والمحاكم الدولية. بالنسبة للمحاكم، التحرك يكون على محكمة العدل الدولية التي تختص وفق المادة 35 من نظامها الأساسي بنظر هكذا قضايا، وقد سبق لها أن نظرت قضايا أقل شأناً من هذا الفعل، كما هو القرار الذي أصدرته بخصوص الجدار العازل الإسرائيلي وقضايا أخرى مماثلة، وألزمت الدول بالتعويضات، فتنعقد لها صلاحية نظر هذا الفعل وتحكم على النظام السعودي بالتعويض المادي والمعنوي وإلزامه بذلك. بالإضافة إلى الجانب الجنائي، من الناحية الجنائية، تفعيل المسؤولية القانونية للنظام السعودي يكون أمام محكمة لاهاي، محكمة روما، مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظامها الأساسي لعام 1998
لأن ما أقدم عليه النظام السعودي يشكل جريمة ضد الإنسانية، لأنها استهدفت فئة وطائفة وجماعة بشكل ممنهج ولا زالت إلى هذا اليوم. فكل الذين اشتركوا إن كانوا أحياء، بالإضافة إلى ما أقدموا عليه بعد ذلك إلى هذا اليوم، هو يشكل موجبا لموجبات المسؤولية الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن يكون تحرك على المنظمات الدولية المتخصصة، لا سيما الوكالات المتخصصة، منظمة اليونسكو لأنها تهتم بحماية الأعيان الثقافية والممتلكات الثقافية وتحرص على حماية التراث العالمي والتراث الإنساني. والتراث هو ما تتناقله الأجيال وما ترثه من أجيالها السابقة. ونحن نعد السنين على جريمة هدم قبور أئمة البقيع، ما هو الواجب الملقى على عاتق المسلمين عموما والشيعة خصوصا إزاء هذه الجريمة برأيك؟ المسؤولية تقتضي من المسلمين الأحرار كافة، لا سيما أتباع أهل البيت عليهم السلام، أن يترجموا آلامهم وحماسهم تجاه قضية البقيع إلى أفعال على أرض الواقع، إلى خطوات عملية تكفل إعادة بناء مراقد أهل البيت أو السماح ببنائها. فالتحرك والمسؤولية تقتضي التحرك على مسارات عدة، منها التحرك على المسار الإعلامي، تدويل هذه القضية إعلامياً، لأن الإعلام يمثل سلطة فاعلة، السلطة الرابعة، وحتى قيل أنه السلطة الأولى، تفعيل هذه القضية وتدويلها على المستوى الإعلامي، شرح أبعادها، شرح عواملها ودوافعها وآثارها وتبعاتها، توضيحها ونقلها وتسويقها إلى كل العالم حتى يعلم الجميع مدى همجية ووحشية النظام السعودي ومدى فداحة الضرر الذي ألحقه جراء قيامه بتلك الفعلة النكراء. هذا من جانب. من جانب آخر، التحرك ينبغي أن يكون على المنظمات والوكالات المتخصصة بإرسال رسائل إلكترونية وبرقيات بشكل مكثف وعلى نطاق واسع، منظمة اليونسكو إلى منظمة الأمم المتحدة، كذلك التحرك على الأمين العام للأمم المتحدة لكي يدرج فقرة خاصة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تتعلق بقضية البقيع، إبقاء هذه القضية حية على المستوى الدولي والمستوى الإعلامي، إلى جانب المطالبات المتكررة إذا حصلت مفاوضات بين العراق وبين السعودية، يجب أن تكون قضية البقيع هي الرقم الأهم في هذه المفاوضات، وهي الثابت الذي لا يقبل التنازل والمجاملة، والتفاوض يكون على هذا الأساس، على أقل تقدير السماح بإعادة بناء المراقد المشرفة في البقيع حتى تعود ويأمها المسلمون، بالإضافة إلى التأكيد على جانب مهم، هو مطالبة وإجبار النظام السعودي على عدم مضايقة الحجاج والمعتمرين من أتباع شيعة أهل البيت عليهم السلام عند زيارتهم لمراقد أهل البيت عليهم السلام في مقبرة البقيع، لأن هذا الفعل ينافي حرية الأديان التي كفلتها القوانين والشرائع. نعم. الدكتور حيدر القريطي، دكتوراه في القانون من جامعة بابل وتدريسي في جامعة كربلاء المقدسة، شكرا لحضورك وشكرا لما تفضلت به، حياك الله. إذن سادة الكرام والأحبة، وكما عودناكم تقدمنا بسؤال بمحور الحلقة لمكتب آية الله العظمى سيد صادق الحسين الشيرازي، فلنستمع إلى الإجابة. ما هو العمل الأكثر فعالية وتأثيرا الذي يمكن أن يفعله الشيعة والمسلمون الأحرار في العالم في مواجهة جرائم الوهابية، وخاصة هدمهم لمراقد أئمة البقيع عليهم الصلاة والسلام؟ الجواب: علينا القيام بأمرين. أولا، إيصال مظلومية أهل البيت الأطهار عليهم الصلاة والسلام إلى العالم، لا سيما مظلومية أئمة البقيع عليهم السلام الذين أوصى الله تعالى في القرآن الكريم بمودتهم وولايتهم كونه أجرا للرسالة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله كثيرا بتعظيم أهل البيت عليهم السلام واحترامهم، فقال في حديث شريف: يحفظ المرء في ولده، فالاحترام للأبناء يعني احترام الآباء والأجداد، ونعلم أن جد الأئمة هو رسول الله صلى الله عليه وآله. ثانيا،
بيان أبعاد جريمة هدم المراقد وخطورتها وإيصال ذلك، خاصة وأن الجريمة تأتي في وقت يقيم العالم بناء وينحت تمثالا للجندي المجهول ليكون رمزا يحتفى به، لكننا وللأسف نرى أن مراقد الأئمة المعصومين التي يعترف العدو والصديق بمكانتها بين المسلمين تقوم الفرقة الوهابية بهدمها وتسويتها مع الأرض. شكرا جزيلا للمكتب الشريف. إذن سادة الكرام والأحبة، بهذا القدر نختم وإياكم حلقتنا وبحثنا لهذا اليوم. طبعا أكيد نستقبل مداخلاتكم وملاحظاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، ولنلتقيكم بمحور جديد. لكم مني التحية ومن أسرة العمل للبرتقال. Oh,